تطمن على فريقنا بشكل اكبر وكواليس اللحظات الاخيره قبل مباراه اليوم امام سموحه. نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، طمنا على اخر استعدادات النادي الاهلي او كواليس ما قبل مباراه اليوم امام سموحه. الحقيقه طبعا زميلي امير مطمن كالعاده كل جمهور النادي الاهلي، لعيبتنا مركزه بشكل كبير جدا، كل المعلومات متفقه على الجهاز، اللعيبه الحمد لله يعني عارفه قيمه بطوله الدوري العام والاستمرار في ضرب الارقام القياسيه وحصاد الثلاث نقاط. لكن زي ما يمكن قلنا يا امير قبل كده، الاستعداد والختام بيكون في فتره طويله، يعني ممكن يكون في يوم واثنين وثلاثه بنتمرن، ثم بعد كده بيكون في يوم ختامي للتدريب ويبدا النادي الاهلي يتوجه الى معسكر مغلق. النادي الاهلي استعد واختتم بدنيا وذهنيا وطبيا وعمل ريكفري لكل اللعيبه في 24 ساعه فقط لا غير، وامر كان لود كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ كراجل مدير الكره، تجديد الدوافع بشكل مستمر للعيبه، تهيئه اللعيبه، الفصل بين المباريات، كل الامور دي الحقيقه يمكن كان يعني حاجه قياسيه ان انت في 24 ساعه تهيئ اللعيبه بكل هذه الامور عشان مباراه كوره النهارده بعد عوده كانت صعبه جدا من صن داونز وعوده لعيبه النادي الاهلي يوم 9، امر يعني اكيد طبعا النهارده كل الناس منتظره انها تشوف النادي الاهلي، لكن كل الظروف دي كان ممكن يكون في حل غير هذا اليوم اللي يكون فيه في مباراه النادي الاهلي وسموحه. لكن بشكل عام يا امير طبعا متواجدين كالعاده في فندق الاقامه مع الفريق للنادي الاهلي، لعيبه طبعا الامور الاعتياديه بالنسبه للفطار والغداء. النهارده تكون المحاضره الفنيه الاخيره داخل فندق الاقامه 5:30 ل 5:30 مباشره يتوجه النادي الاهلي الى استاد القاهره. يمكن على طول المحاضره بتكون 5 دقائق، وده اللي معودنا عليه مستر ريني بايلر اللي هو بيقول امور بسيطه جدا في فندق الاقامه، ما تستغربش المحاضره من 5 ل 7 دقائق وبيتوجه على طول اللاعبين. لكن بشكل عام الحمد لله يعني نقدر نقول ونطمن كل جميل النادي الاهلي، لعيبتنا مركزه جدا في هذه المباراه، راحت عدد من اللاعبين لسه طبعا موضوع للتشكيل، لكن مع الغيابات اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي يعلمها، سواء معلول، ياسر ابراهيم، اجاي، كهربا، رمضان، كرامي، جيراردو، محمد صلي، عدد كبير جدا من الاصابات. لكن ممكن النهارده نشوف تدمير للاعبين مع الضغط الكبير جدا للمباريات، اكيد مستر هيبقى ليه رؤيه النهارده في الدفع بعض اللاعبين اللي ما تشاركش خلال المباريات الماضيه. اكيد باذن الله. انا بشكرك يا كريم، شكرا.